راح الشوارع، راح نسرق مساعد مصرياتي بالبنك، راحوا لهالتالي سافر، ما في سافر مصرياتي حطيتهم بقلب شغلي، راح شغلي، شو بعمل؟ أمل الوحيد هو انتم ما حدا في ليكم، لا القوات في ليكم، ولا بري في ليكم، ولا بني ادم في ليكم، في خايفين من حزب الله، بوشكم وجه بوجه بقول لا ادخل زلمه فيكم لاني زلمه لو بك تدعسوني، انتم بتخافوا من حزب الله، انتم بتخافوا من حزب الله كرمال هيك ما كبيتوا البدلة، كل واحد فيكم عنده ابن عم أو أخت لا سمح الله أو قريب، يا مات يا تأذى يا ماتت نفسيته، هي قبل كل شيء. شو بعدكم عم تعملوا؟ زلمة لاقت تليفون عم بيصور عسكري بتجي بتطحنوه قدام عيوني، والله لو معك لشن قوستكم كلكم، قوست حالي، عم تضربوا زلمة حامل تليفون يا عالم، خلص خلص خيي انسى، نحن بدنا دولة، يا دولة تدعمنا يا انتوا تصفوا معنا، يا انتوا تصفوا معنا، يا دولة تقسموا للبلد تقول اللي بده يعيش حر بيعيش هون واللي بده يعيش سرمائي بيعيش هون.